بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة الكريمة، الحضور الكريم، يعني أنا بشكركم على وجودي، يعني دعوتي لوجودي مع حضراتكم في تدشين محطة 150 كيلو وات. على فكرة محطة 150 كيلو وات روف توب يونت دي محطة كبيرة من صغيرة، لأنه زي ما حضرتك قلت بالضبط إن هي المساحات المحدودة هي اللي بتحكمنا بهذا الأمر. فيعني أنا سعيد أيضا إن الرقم 150 ده رقم جيد جدا. الفكرة إن ده بيتوافق تماما مع استراتيجية وزارة الكهرباء. يمكن احنا لما جينا من سنة 2014 ووضعنا استراتيجية لوزارة الكهرباء، وكان في دراسات سابقة كبيرة لهذا الأمر، مش من 2014 وبس، حطينا أحد الأولويات الهامة هو زيادة مكون الطاقة الجديدة المتجددة في منظومة الطاقة الكهربية. وحطينا خطة إن يعني استراتيجية إن احنا يبقى عندنا سنة 2022 نصل إلى حوالي 20% من القدرات المركبة في الشبكة تبقى من الطاقات المتجددة، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح أو أيضا الطاقة الكهرومائية. حضرتك عارفين الطاقة الكهرومائية اللي هي السد العالي وخزان أسوان وبعض القناة اللي موجودة على ديل بتولد الكهرباء، احنا عندنا قدرات مركبة فيها تصل إلى 2832 ميجا وات، يعني قربنا على 3000 تقريبا. مركب في الشبكة في الوقت الحالي تقريبا حوالي 1000 ميجا وات طاقة رياح، حوالي 2000 متقسم 200 ميجا وات طاقة شمسيا، وتحت الانشاء ويمكن المجموعه دي كلها توصل لحوالي 4000 ميجا في الوقت الحالي. ايضا تحت الانشاء في بنبان، وبنبان ديت اللي هي شمال اسوان بحوالي 50 كيلو، في مجموعه مستثمرين، واحنا سبناها للقطاع الخاص بالدرجه الاولى بنظام تعريف التغذيه. تحت الانشاء حوالي 1465 ميجا وات في الوقت الحالي، ده رقم كبير جدا. وابتدت جزء من المحطات دي، هي كلها محطات مكونة من 50 ميجا وات تقريبا، حوالي 30 شركة موجودة أو 32 شركة ابتدت تدخل على الشبكة منها فعلا. ويمكن أحد الحاجات الهامة اللي احنا نجحنا فيها إن احنا عملنا محطات ربط، محطات محولات لربط الطاقة الشمسية أو المحطة بتاع بنبان بالشبكة. وكان عندي على فكرة من حوالي سنة تقريبا مجموعة من جهات التمويل الأجنبية وقالوا لي يمكن احنا يعني معجبين بما حدث في مصر ان انتوا خلصتوا المحطات الربط قبل ان ينتهي المستثمرين من محطات الطاقة بنفسها، لان دايما بيبقى الكريتيكال باث عندنا ان المستثمرين خلص شغلهم والشبكات مش جاهزة لهذا الأمر. ده طبعا وضع علينا يعني كان يعني في تخطيط محكم وفي خطة زمنية محددة، والحمد لله احنا ماشيين فيها بالتفصيل يعني بدقة شديدة. احنا نطمح ايضا ان سنة 2022 زي ما قلت لحضرتك نوصل الى 20% من القدرات المركبة. سنة 2035 مفروض نصل الى حوالي 42% من الطاقات المركبة تبقى طاقة جديدة ومتجددة، وده رقم كبير مش رقم صغير. في هذا الوقت يعني انا عارف ان الصين بتحاول ان تصل الى حوالي 20% في الوقت ده. طبعا 20% اللي في الصين كبيره جدا بالنسبه لل 42% بتاعتنا، لان طبعا الصين